في جغرافية قاحلة كسر صوت المحركات صمت المكان، وهيج الأجواء حماس المشاركين في رالي أفريكا رايس الذي كان مهددا بالمنع عند معبر القرقرات من طرف البوليساريو قبل أن يكمل المتسابقون طريقهم صوب نقطة النهاية. فلما كل هذا التوتر عند نقطة القرقرات بالضبط؟ ولمن لا يعرف، فالقرقرات منطقة استثنائية تدب فيها الحياة ليل نهار رغم قساوتها. يحسبها الناظر لوهلة أنها مقبرة جماعية لما تحتويه من متلاشيات العربات، وتمتد القرقرات على بقعة لا تتجاوز 4 كيلومترات مربعة يحاصرها المحيط الأطلسي من جهة الغرب، وتحدها دولة موريتانيا من جهة الجنوب، وتلقب محليا بقندهار تيمنا بقندهار الأفغانية لخلائها وقحطها وازدهار عمليات التهريب فيها. القرقرات هي وضع أفرزته قضية صحراء، والقرقرات وبالخصوص ما يسمى بالمنطقة العازلة شكلت بالنسبة للكثير من الإعلاميين مادة دسمة، لكن هذه المادة الدسمة لم تصل حقيقة إلى عقول الكثير من الإعلاميين وما يقع في القرقرات. رسميا تعتبر القرقرات منطقة عازلة، وهي أيضا المعبر البري الوحيد الرابط بين البلاد وباقي قارة إفريقيا. فكيف صارت القرقرات منطقة عازلة؟ بالعودة إلى كرونولوجيا ملف الصحراء، كانت القرقرات خاضعة بين سنتي 84-800 و1000 و75-900 و1000 للمستعمر الإسباني، وإثر خروجه منها تنازع عليها في السيادة كل من المغرب وجبة البوليساريو المدعومة من الجزائر، لتندلع ما سميت آنذاك بحرب الصحراء بالمنطقة، والتي استمرت إلى سنة 91-900 و1000، حيث انتهت بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو تحت الرعاية الأممية. وخلال الثمانينيات من القرن الماضي بنى الجيش المغربي بأمر من الملك الحسن الثاني جدارا رمليا كخط دفاع عسكري أول، تاركا المنطقة خلف الجدار واجهة لتوجيه الضربات للبوليساريو، لتصير بعد عام 91-900 و1000 منطقة عازلة ومنزوعة السلاح. مئات الكيلومترات في فضاء لا متناهٍ من الفراغ، حيث يتباطأ الزمن البيولوجي مقابل تسارع زمن الأحداث في منطقة باتت تغلي بالاحتجاجات. وقبلها شهدت القرقرات توترات بين المغرب والبوليساريو، أشهرها سنة 2016 حينما قرر المغرب تعبيد الطريق بالمنطقة. والقرقرات وخصوصا ما يسمى بقندهار التي كانت السير بها حقيقة يصعب على الشاحنات والسيارات في غالب الأحيان لشدة الرمال التي كانت تحف بها، اليوم أصبحت بها حوالي 3 كيلومترات وبعض الأمتار قد تم تعبيدها، والتي خلقت وضعا جد مقلق لا بالنسبة للوضع الاقتصادي ولا الاجتماعي. واليوم أضحت القرقرات ورقة ضغط اجتماعية مذ دقت أول أوتاد مخيمات الاعتصام فيها، منهم نساء كن يطالبن بالسكن وصيادون من العيون والداخل يطالبون برخص للصيد، كما كثرت فيها حوادث اعتراض الشاحنات والسيارات. على المسؤولين أن يعملوا ويعملوا جاهدين على حل بعض المشكلات الاجتماعية التي طفت مؤخرا، سواء بالنسبة لمدينة الداخلة أو لمنطقة المهريز التي يوجد بها مقر عمالة أو سرد، لحل ولحلحلة هذه المشاكل الاجتماعية على اعتبار أنها أغلبها هو منطقي وليس يجعلها قميص عثمان الذي يتاجرون به. فهل هنالك جهة ما في مكان ما تدفع بهذه المنطقة لتصبح نسخة جديدة من مخيم قديميزيك؟